إلى الإسكان، أعلنت وزارة الإسكان الانتهاء من تخصيص 1300 قطعة من أراضي بيت الوطن الخاصة بالمغتربين في القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة بإجمالي 150 مليون دولار كمقدم حجز لجملة مساحة الأرض. قال المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية أنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للمقبولين والتأكيد على تخصيص القطع لهم على أن يبدأ التسليم خلال شهرين. المتحدثة باسم وزارة الإسكان الأستاذة وفاء بكري، برحب بحضرتك معايا وتفاصيل أكتر عن الأراضي المخصصة للمغتربين. أهلا وسهلا أستاذ شريف. تحياتنا فندم. تحياتي يا فندم. هو طبعا حضرتك عارف أن المرحلة الثانية من بيت الوطن دي 3183 قطعة تقريبا، حتى الآن تم تخصيص حوالي 1300 قطعة. طبعا ده بيبقى بنشوف اللي هم بينطبق عليهم الشروط التحويلات، في ناس طبعا خلفت الشروط في التحويل فتم يعني الغاء الحجز، لكن يعني اللجنه بتجتمع اسبوعيا بحيث ان هي تشوف اي شكاوى حولوا فلوس عن طريق البنك المركزي، بحيث ان هو لو لم يصيبه الدور او ما قدرش ان هو يعني يحجز القطعة يختار قطعة أخرى يحجزها أو يتم رد فلوس في حالة لو هو حابب ده. لو حابب إن هو يسيب الفلوس لسه يعني هيتم دراسة ده خلال المرحلة الجاية بقرارات من مجلس الوزراء إن شاء الله. 1300 قطعة يعني 1300 شخص تقريبا، يعني إنجاز التعبير هم اللي ليهم حق إن هم يدخلوا ويشتروا في هذه المرحلة. لا تمام؟ لا لا يا فندم، التخصيص يعني هم 3183 قطعة. بقول لحضرتك احنا بيتم التخصيص يوميا، يعني دي ليها بيتم التخصيص مختلفة. يوميا احنا حتى الان انجزنا 1300 قطعه. مظبوط، فهمت. لسه طبعا باقي، يعني احنا مستمرين في التخصيص لان طبعا كان في بعض الشكاوي ان ما فيش تخصيص. لا، هو بس المشكله ان كان في ازمات بسبب الموقع الالكتروني كان بيتم حلها عن طريق الوزاره، كان في ازمات بسبب التحويلات التاخير فيها، فده كله كان بيتحل. كان بنبعت ايميلات للناس ممكن تحدثوا بيانات، ممكن ترجعوا تحجزوا تاني، ممكن يعني ده كله في تواصل مع جميع المواطنين المغتربين المصريين عن طريق الايميلات. طيب انا عايز اراجع مع حضرتك تاني لو سمحتي، سعر المتر. اتفضل. سعر المتر القاهره الجديده حوالي 450 دولار. تمام. الشيخ زايد 610 دولار. تمام. الدمياط الجديده يعني هو الرقم مش في دماغي، بس هو اعتقد يعني هو 450 دولار زي القاهره الجديده. طيب هل عند حضرتك فكره عن اسلوب السداد او طرق السداد للي بيسمعنا دلوقتي وموجود في الدول العربيه من المصريين؟ والله يا فندم هي طبعا التحويلات خلاص وقفت، المشروع التحويلات للي جاي بعد كده. للي جاي هو طبعا لسه يعني هو نفس تقريبا الاسلوب، هما بيدفعوا حوالي 25% من القيمه والباقي بيسددوه على 3 سنين. تمام، وصلتني الصوره، بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذه وفاء بكري المتحدثه باسم وزاره الاسكان.